في مدن تدكها قذائف الميليشيا وتحت سماء تشقها طائرات التحالف، لا مكان للأطفال. تعد تعز ومن ثم صعدة أكثر المدن التي شهدت وفيات الأطفال وإصاباتهم. في هذه الحرب لا يجد الأطفال أنفسهم وسط النيران المتبادلة وحسب، بل يتم استهدافهم بالقتل وحتى الزج بهم في المعارك. يؤكد منسق شؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة ستيفن أوبراين مقتل وإصابة نحو 2000 طفل في اليمن منذ بدء الصراع. وقال أوبراين خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة إن 90 طفلا على الأقل قتلوا منذ بداية العام الحالي في الغارات الجوية والقصف المدفعي والمواجهات المسلحة. لا يقتصر الأمر على ضحايا القتل من الأطفال، بل أيضا تجنيدهم في جبهات القتال والزج بهم في المعارك. تملك الميليشيا معسكرات تدريب في صعدة ومناطق عدة لتجنيد الأطفال عبر إغراء أهاليهم بالمال، وأحيانا قسرا في حالة تشبه الاختطاف. مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليمني طالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك لوقف عمليات تجنيد الأطفال من قبل ميليشيا الحوثي وصالح. وأشار اليماني إلى تزايد عمليات تجنيد الأطفال وزجهم في المعارك، وهو ما يهدد مستقبل الأجيال القادمة خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا. طوال هذه الحرب يدفع أطفال اليمن ثمنا باهظا لصراع ليس من صنعهم. منازلهم هدمت ومدارسهم تعرضت للقصف وتحولت إلى ثكنات عسكرية كما يعيشون يوميا مظاهر عنف لا يجب أن يروها أبداً.